كريم ابني شقته جاهزة ومش ناقصه غير العروس. تفرحي بيه قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رند. تشربوا شاي؟ لا 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 كفايه شاي. معلش يا جماعه انا اسفه جدا جدا جدا، اسفه ان انا اتاخرت. وده بقى تقلي عروسه ولا انت بتتاخري كده في شغلك؟ والله يا صنط انا ساعات ببات في الشغل. ايه ده يا ماما؟ في ايه؟ بتقول لك مدير مالي بس ما يبانش عليك يعني. امال يبان عليا ايه؟ لا بجد يعني قول لي يبان عليا ايه؟ يعني الشغلانه دي مش ناشفه شويه؟ قصدك يعني شغلانه رجال يعني؟ لا لا انا ما اقصدش، بس هو غالبا طب ايه رايك في مسؤوليات الحياه الزوجيه؟ الراجل راجل والست ست يا حبيبتي. طب بالظبط كده يا ماما، يعني المسؤوليات الزوجيه دي طبعا في جانب منها بالمشاركه، الزوج بيؤدي مسؤولياته بشكل دوري منتظم، وطبعا الست بتؤدي. بس يعني انا مثلا مش هرضع مثلا. ليه؟ ايه مش عارف تمسك ببرونه؟ هي شمس بنتي كده دمها خفيف وبتحب تهرج. كريم يا حبيبي انت قلت لي بتشتغل ايه في الخارجية؟ ايوه طنط، انا مدير مكتب مساعد الوزير. واو، يعني حضرتك بتشتغل شغلانة حريم؟ افندم انا مش فاهمه انت زعلان ليه، انت نفسك قلت ان في شغلانات حريمي وفي شغلانات رجالي وحضرتك بتشتغل شغلانه حريم. لا يا طنط، واضح ان بنت حضرتك سكر جدا وبتهرج على طول وانا مش جاي اهرج. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. يا جماعه طب استنوا شويه نشرب الشاي. استنوا يا جماعه استنوا. عصبي قوي يا ماما، يا ريت مره الجايه تشوف لنا نوع تاني.